أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد يونس صاحب نجمة الأسطورة للتجارة. أستاذ يونس، نورتنا بداية ونورت برنامج رواد الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل شيء حبيت أن أشكركم على برنامجكم الخاص، وأنكم تدعمون الشغلات الخاصة اللي بالإمارات، وكمان نشكركم على اختارتونا احنا شركة النجمة الأسطورة ليكون ضيف لحلقتكم. ممتاز، خبرنا أكثر أستاذ يونس، وعرفنا عن نفسك، وعرفنا أيضا عن نجمة الأسطورة. معكم أخوكم الصغير يونس محمد، ولله الحمد صار لنا تقريبا سنة ونصف فتحنا شركة النجمة الأسطورة بالإمارات المتحدة العربية، ولله الحمد وشغل ماشية ومميزين بالشغلات اللي احنا نجيبها وشغالين فيها. ممتاز، خبرنا اكثر عن المنتجات والخدمات اللي بتقدموها في نجمة الأسطورة. احنا عندنا هنا الخدمة الاونلاين للزبائن اللي شغالين على الانستغرام والفاشينيستات، والزبائن اللي يمرونا بالمحل يشرفونا بالمحل، وكمان اللي شغالين على نظام الواتساب اللي يختارون الخامات على نظام الواتساب. تمام. عندنا كمان شركة الدليوري واحنا نوصلهم. ممتاز، طبعا أستاذ يونس حابين أيضا نتعرف عن أنواع الخامات المستخدمة في القماش وأنواع القماش أيضا المستخدم في نجمة الأسطورة. الأخ ليث، احنا عندنا هني تقريبا 20 نوع من أنواع الخامات، اللي هو عندي قطن منه 5-6 أنواع، وأكثرهم تي قطن 100% يكون صافي ما شاء الله، يعني القطن طايح وما تشفس وخامة محترمة جدا، لو يسمونه منه إيطالي واللي يسمونه منه الإسباني، بس يكون خامات نظيفة وقطن 100%. وبعدين عندي حراير مشجر اللي تجي كلها ديجيتال والبرنتات كلها إيطالية، وأيضا عندي لينين، عندي كرب فيتنامي، عندي الأندونيزي وعندي الهندي، يعني لله الحمد احنا عندنا من يكون انواع واشكال الخامات، ومن افخم وارقى انواع الخامات اللي احنا نجيبها، لان بالسوق احنا متنافسين قاعد يشتغلون بالخامات الرخيصه والخامات على اساس للتصدير، بس احنا لله الحمد شغالين للتصدير وللزبائن الداخليه اللي بالامارات. وبالذات يعني انا تقريبا 60% من شغل اللي انا شغال فيها خاص للمسممات الإماراتية والفاشينيستات والشغلات اللي شغالين على الانستغرام والبراندات. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مجالات العمل، طبعا شو المميز عندكم عن باقي المنافسين الموجودين في السوق؟ احنا لله الحمد ما انه صار لنا سنة ونص بالإمارات، بس احنا متميزين عن الباقي المتنافسين. اكيد، اول شيء بجودة الخامات اللي عندنا، وثانيا بالنقشات والتلوين اللي عندنا، لانه احنا عندنا شركة الام بالكويت، دولة الكويت الحبيبة، فالنقشات والتلوين والديزاينات يعني تقريبا فيني اقول يعني قاعد نجيب بنص بنص، ولله الحمد يعني عملائنا ومن زبائننا اللي قام يشترون مننا وصار فيهم ثقة ومكملين الدرب معنا ان شاء الله. حابين نتعرف عن الهدف والرؤية المستقبلية اللي راسمينها في نجمة الأسطورة. إن شاء الله والله البلد الأمن والأمان، وأول شيء لازم نشكر الشيوخ وبالذات الشيخ محمد بن راشد وولي أهده الشيخ حمدان حفظه الله، وثانيا البلد ما شاء الله فيها أمن وأمان، وثانيا إن شاء الله راح نطور وراح نزيد، وإن شاء الله بإذن الله للمستقبل راح نفتح الفروات الأكثر يكون بالباقي الإمارات. طبعا إن شاء الله يا رب أنكم تتميزوا دائما وتنجحوا وتتطوروا ونشوفكم عالميا. الله يسلمك. إن شاء الله. نتشكرك على ظهورك معنا أستاذ يونس، كان لنا الشرف، وحابين في نهاية الحلقة نستفسر عن كيفية الوصول والتواصل لنجمة الأسطورة. أنا كمان حبيت أشكركم على البرنامجكم الطيبة، وثانيا احنا عندنا الرقم الواتساب اللي هو 0567-9218-71، هذا رقم الواتساب ورقم التواصل، وعندنا البيج الانستغرام نجمة الأسطورة، هدول طريقتين للواصلون، والثالث اللي هو يزورونا بالمحل، لاحنا عنواننا بردبي المقابل مسجد الجمعة عند المتحف.
تمام. طبعا جميع أرقام التواصل وأيضا الموقع سوف يظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى أستاذ يونس. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.